من قلب منطقة المغرب في الصحراء الغربية هناخدكم دلوقتي إلى قلب محافظة ألمانيا وتحديدا غرب غرب ألمانيا. هناك في 400,000 فدان في منطقة غرب غرب ألمانيا ضمن مشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان الرئاسي. الناس هناك هنقابلها المنتفعين بالمشروع اللي فازوا بقطعة من شركة الريف المصري. الناس هناك بتزرع أراضيها في ظروف شديدة القسوة ومحدش حاسس بيها. وكمان هتتعرفوا من خلال برنامج الجدعان لأول مرة عن قانون الجبل. خليكم معنا. مشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان أثبت أنه مشروع القرن في مصر، رؤية ثاقبة من الدولة وتحدي عظيم أننا نزرع كل المساحة دي لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل الاستراتيجية. يعني شركة الريف المصري الجديد لما أسستها الدولة كشركة وطنية وأسندت ليها التصرف في أراضي المشروع كان الهدف إيجاد مجتمعات زراعية متكاملة وتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية، مش مجرد شركة خاصة هدفها بيع الأراضي، وإلا تبقى أخلت خلل جسيم بكل أهداف المشروع وأحلامه. غرب غرب ألمانيا واحدة من المناطق الكبرى في مشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان. 400,000 فدان بالتمام والكمال مطروحة من أول يوم فكرت فيه الدولة إنها تنفذ مشروعها العملاق اللي هدفه تحقيق الأمن الغذائي لمصر. قطع مساحتها 230 ولا 238 فدان، لكن لغاية النهاردة عشان تلاقي قطعة واحدة مزروعة كاملة أمر بالغ الصعوبة. أصل هناك لا في كهرباء ولا مدرسة ولا وحدة صحية أو حتى نقطة شرطة، والطرق عبارة عن مدقات، يعني حالها من حال منطقة المغرة اللي في جنوب شرق منخفض القطارة جنوب العلمين. ومطلوب من الجدعان هنا وهناك يدفعوا ملايين كمقدم للأرض وملايين أقساط ليها من غير ما ينتجوا حباية واحدة. يمكن الحسنة الوحيدة في مشروع غرب غرب المنيا هي إن أراضيه في قلبها مشروع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اللي مساحته 20,000 فدان، وبإمكانيات الدولة ممثلة في وزارة الزراعة زارع بنجر السكر في مساحات كبيرة وكمان القمح، وبيحاول على قد ما يقدر يساعد المنتفعين بالأراضي بخبرات الباحثين وبالميكانة الزراعية المتاحة بالمشروع، لكن مفيش في إيده أكتر من كده. أما عاصفة التنين فجابت عليها وطيها، والرياح والسيول دمرت الزرع ودفنت الصوب باللي فيها، خسائر مفزعة كنا شهود عليها، ولسه الناس صبرة ومكملة، وشركة الريف المصري الجديد عايزة أقساطها. طيب الناس تجيب منين ومين يرحمها من السجن وضياع كل شقة العمر؟ المهم لفينا مشروع غرب غرب المنيا ورحنا الأربع قطع اللي زرعها الجدعان في قلب 400,000 فدان متقسمة لأكثر من 1700 قطعة، اللي لو فيهم محطة كهرباء واحدة وغيرها من الخدمات لكان زمانها كلها اتزرعت من سنين وعايشين في خيرها. تعالوا نتعرف على حكايات الجدعان في مشروع غرب غرب المنيا، والبداية مع المهندس سيف الدين عبد الرؤوف اللي زارع كنوة والإنتاجية مش ولا بد، والريحان أهو ماشي، والزيتون يدوبك شتلة هيقعد جنبها 5 سنين عشان تنتج، وفي زرعة البصل السنة دي خسر تقريبا حوالي 2 مليون جنيه بعد لما الكسبان الرملية والسيول دفنت الزرع وحرقته. حسرة ما بعدها حسرة. عملنا مجهود حلو النهاردة، أنت بتزرع زراعات بتفكر بشكل مختلف. النهاردة احنا مثلا في محصول الكنوة، احكي لي التجربة من البداية. احنا استلمنا الأرض في شهر 9 2019. تمام. ابتدينا نقسم الأرض، ابتدينا نعمل البنية التحتية اللي هي عبارة عن شبكة الري. كان الفكر بتاعنا أو فكر الشركة عامة كان فكر مبني على إن أنا عايز أزرع أكبر كمية من المساحة في الأرض علشان أقدر أحس بالمصروفات اللي أنا صرفتها. صحيح. فبالتالي وفي نفس الوقت كمان التفكير في نوعية الزراعة نفسها. يعني مش اللي هي الزراعة التقليدية. كان معاكم كام لما بدأتوا هنا بشمهندس؟ يعني إحنا الخمسة جمعنا كام؟ إحنا الخمسة جمعنا 6 مليون 800 ديت طبعاً كل واحد بيدفع نسبته حسب النسبة اللي موجودة معه في الأرض.
فطبعا دفعت على دفعات، ولكن كان الاجمالي 6800. تمام، دفعنا كام للريف المصري؟ الريف المصري دفعنا له تقريبا 1,700,000. مليون و700,000 جنيه، اللي هم 15% من قيمه الارض عشان ينزلوا ويسلموكوا الارض. بالظبط كده. انا شايفك هنا حاطط عشائر زيتون، خلاص بدات زراعه الزيتون. بالظبط. القرار اتاخد ازاي؟ الزيتون مائده صح كده؟ بالظبط كده. القرار الزيتون دوت اتاخد من ضمن الزراعات اللي هي الشجريه. اللي هي الزراعات تعتبر استثماريه زي ما بيقولوا، يعني انا بعد سنه 2-3 يعني حسب ربنا يشاء ان شاء الله باذن الله يبتدي هو يعمل لي يديني محصول. فاحنا عاملين لنا 20,000 شتله موزعينهم عجيزي عجيزي. ايوه. فاحنا موزعينهم على 80 فدان. والفراغات اللي هي موجوده ما بين زراعه الشجره وشجره في الزيتون، احنا عاملين زراعه ريحان. دي برضو من الزراعات اللي احنا فكرنا فيها، واللي هي تعتبر برضو نسبيا يعني من الحاجات اللي محدش يفكر فيها كتير. فابتدينا برضو يعني داخلين في النباتات الطبيعية والعطرية. بالظبط كده. تمام. بالظبط. وان شاء الله ربنا يسهل، طبعا في افكار تانية وفي زراعات تانية ربنا يسهل وتبقى في المستقبل موجوده وتبقى على الارض الواقع زي ما حضرتك شايف. الرمل اللي احنا واقفين فيه ده النهارده واخد منكم 6,800,000 جنيه. بالزبط. صح كده؟ بالظبط. يعني الفدان واقف عليك من 25-30,000 جنيه على الاقل. تمام. صح كده؟ تمام. طيب انت عايز ايه؟ محتاج ايه تاني هنا؟ بص حضرتك احنا دلوقتي انا عايزك تنجح. فخلينا اذا امرت ان تطاع فامر بما استطاع. قول لي طلباتك اللي نقدر نحققها لك. بص حضرتك هي الطلبات بسيطه، انا بالنسبه لي حاسس انها بسيطه. في ايه؟ اولا احنا ان هو انا شغال مولد ديزل، مش شغال طاقه شمسيه. تمام تمام. حلمنا يبقى هنا في فحلمنا هنا يبقى في محطه توزيع. انا محطه توزيع لان انا بخرج 100 كيلو رايح و100 كيلو جاي. ده عشان تجيب سولار. عشان اجيب سولار. انا بتكلم على الكهرباء على فكره. هنا يا جماعه احنا بنتكلم في 400,000 فدان في غرب المنيا، كل محتاجاهم 650 مليون جنيه عشان نعمل محطه توزيع كهرباء. ده مش رقم، ده 400,000 فدان يعني تاكل مصر كلها. من فضلكم لازم نفكر ازاي نوصل الكهرباء لهذه النقطه المضيئه في قلب غرب المنيا. السولار ده طبعا دي طبعا حاجه مهمه لحضرتك اتكلمت فيها، لان انا عندي بعض المزارعين الموجودين عايزين يقيموا. عايزين يقيموا، يعني هو بدل ما هينزل ويفضل رايح جاي، لا هو عايز يقيم هنا هو واسرته. فبالتالي لازم تكون في المقومات اللي هو تقعده هنا. طبعا المهندس سيف الدين عبد الرؤوف صرف لغايه النهارده 6 مليون جنيه على الارض، ومش عارف يلاقيها منين ولا منين. اعطى للمعدات ولا البير اللي خده ورفع الفدان عنده ل 48,000 جنيه في عمق الصحراء، ولا العماله ولا السولار ولا حتى الريف المصري الجديد اللي الموظفين فيه زاروه مش عشان يسندوه، لا عشان يهدوا غرفه استراحه للعمال. اللي قدامكم ده المهندس الزراعي قديس ثروت، وهو المسؤول عن الزراعة ومقيم في المشروع اللي سموه شركة غرب المنيا للاستثمار الزراعي. كلمني هنا عن الزراعات، نقينا ازاي الزراعات واخترناها ازاي وبنتابعها ازاي ويومنا عامل ازاي؟ هي زراعات هنا اخترناها بناء على الفريق بتاعنا المهندس مصطفى والدكتور مديان. دي هنا فريق بحث وابتدى يجيب بقى زراعات اللي هي تنفع معانا. زي الكنوة اللي هو مثلا البصل ينفع مع الملوحة والتربة، الريحان، الزيتون، ونشتغل عليها بقى بالنسبه لاسمده عضويه. اورجانيك كلها. هنطلع منتج افضل للناس خالي من المبيدات والفطريات. لما حصلت عاصفه التنين اللي عمرنا ما شفناها قبل كده وحصلت السيول ودمرت عندكم هنا البصل، البصل اتدمر ازاي؟ عايز افهم. اتدمر بالنسبه للريح العاصفه، جت رمال غطت البصل اصلا، غطت الشتله نفسها. في شتله نفسها مدمره، يعني تلتين المحصول اتغطى بالرمال. كان شغال كويس بعد العاصفه الجناء، بص عليه بعدها بيومين ثلاثه جت البصل اصلا من الشتله متغطيه بالرمال. غير بقى الأتربة اللي جت جرحت النبات وعملت الجروح وشروخ، وجت عليه بأمراض فطرية بسبب الجروح اللي حصلت في النبات والتمزقات اللي حصلت في الأنسدة والخلايا. فاتدمر ما اشتغلش، فقلنا حرام نشغل عليه الأسمدة تاني والتكاليف اللي هي حصلت، فوقفنا برضه شغل عليه. على بعد حوالي 12 كيلو من مزرعة المهندس سيف الدين عبد الرؤوف ظهرت مزرعة أحمد عطية. أحمد عطية مزارع من الدقهلية وتحديدا بالقاس، استلم الأرض في مارس 2018. هو شاطر شطارة في زراعة الصوب ملوش حل، لدرجة أنه بيصنع الصوب بنفسه اللي بيزرع فيها، ومعاه 6 عمال ما فرطش في واحد فيهم. المهم بقاله شهور بيصنع ويجهز للزراعة، لكن فجأة الرياح والسيول والكسبان الرملية دفنت الصوب باللي فيها. تعالوا نقابله. طبعا جينا العاصفة اللي هي فاتت دي، طبعا الجو مفتوح في الجبل، واحنا طبعا ما نعرفش ان الجو مفتوح، لازم نتعامل مصدات رياح. مصدات الرياح ديت جاي من الدلتا، لسه ما اتعودتش على الصحراء، جاي من الدلتا.
لسه ما تعودش على الصحراء. فاكتشفنا ان لازم نعمل مصادات رياح لا يقل عن 5 سنين قبل اي حاجه. قبل اي حاجه طبعا كانت الرياح قويه والرمال اصلا اللي متحمله مع الرياح الصوب ما تحملتهاش. قطمت الحديد ازاي؟ يعني انا مش متخيل سرعه الرياح يعني هم بيقولوا مثلا 120 كيلو متر في الساعه، انا بتهيألي هنا عدت ال 200. على فكره المزارع احمد عطيه عايش في الصحراء في غرب المنيا هو واولاده وزوجته، ويدوبك بيرجعوا الدقهليه فتره الدراسه. وبالمناسبه هو معاه 13 شريك في الارض من الشباب، لكنه الوحيد المسؤول عن زرعتها، وهو بقى اللي زرع البطيخ والخيار والفلفل والبتنجان والقمح والفول والرياح والسيول، بخلاف انها هدمت الصوب، حرقت القمح والفول والبصل، ويمكن كانت هتقضي عليه هو وزوجته واولاده لولا رحمه ربنا اللي حفظت المزرعه اللي كل ركن فيها مكتوب فيه اسم من اسماء الله الحسنى. هو انت المدام بتاعتك مراتك ما قلت لها هنقعد في الصحراء؟ قالت لك ايه وانت جاي من الدلتا يعني بالقاس يعني ليه؟ هي طبعا رحبت بالفكره بان سابت الزحمه بتاع الدلتا وسابت طبعا القرى المزدحمه بالسكان والضوضاء والهصه والحاجات ديت، يعني لسه متمسكين بالمكان وفرحانين بيه. فرحانين بيه تمام لحد الان تمام. بس طبعا احنا يعني انا بنطلب من الشركه بتاع الريف المصري انها تبص لنا شويه، ما ترمناش في الصحراء وتسيبنا وتمشي. سابتنا من غير لا ميه شرب ولا كهرباء ولا تليفونات. لسه التليفونات جانا في شهر 2 اللي فات. شبكه واحده كده موجوده، شبكه واحده بتيجي ساعات بتيجي او ساعات ما بتجيش. خدت بال حضرتك؟ وبعدين يعني بعد العاصفه يقول لك ايه، يعني مفكرين جايين يعني يقولوا انتوا عاملين ايه او اخباركم ازاي او لسه عايشين او متوا في العاصفه اللي فاتت ديت او ايه اللي حصل لكم، فانا اعرفش. الاغلب من الغلب في غرب المنيا المزارع مصطفى احمد محمد، مزارع جمع 22 مزارع معاه وخدوا 230 فدان، وخدت اللي وراهم واللي قدامهم بجد، وخصوصا مقدمه الارض والطاقه الشمسيه، ولغايه النهارده زرعوا 50% من الارض بالجزر والتين الاسباني والعنب وبنجر السكر، وفشلت معاهم زراعه الكمثرى والقمح والبصل والفول البلدي. الراجل ده هيتكلم من قلبه، ولانه مقتنع ان رسالته هيسمعها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهيشوفه لبس احلى جلابيه عنده. مفيش قلب اطيب من قلبك يا عم مصطفى. اسمعوا الفلاح المصري الفصيح. بلدنا نصها ارض تبع الاوقاف وتبع الاصلاح الزراعي، كلنا احنا 22 فرد، كل واحد اللي بيملك 5 قراريط واللي بيملك نص فدان واللي بيملك 10 قراريط. ساعة ما سمعنا بالمليون ونص فدان كله باع علشان نيجي نعمر في الارض اللي اداها لنا السيد الرئيس. فاحنا يعني احنا كلنا حطينا املنا وفلوسنا في الارض دي، بس عايزين دفعة من الحكومة تدخل لنا كهرباء، تعمل لنا مدرسة علشان نجيب عيالنا هنا من الزنقة اللي احنا فيها هناك. احنا زي ما حضرتك صورت وشفت احنا ناس جادين، يعني احنا ناس جادين. ربنا يخليك، زي ما حضرتك شفت العنب وشفت التين وشفت البصل، بس عايزين دفعة. 23 أسرة عايزين ييجوا، بس كله دفع اللي معاه، ودلوقتي خلاص يعني بدأنا نقف. وعايزين طالبين برضو من شركة الريف المصري تستنانا في الاقساط شوية تساعدنا. تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان يلتقي بالمغامرين من أبطال مشروع غرب المنيا، والتي تعد أبرز مناطق مشروع 1.5 مليون فدان، ومن هو أول مزارع للنخيل المجدول في المنطقة. الآن تشاهدون فريق الجدعان يلتقي بالمغامرين من أبطال مشروع غرب المنيا، والتي تعد أبرز مناطق مشروع 1.5 مليون فدان، ومن هو أول مزارع للنخيل المجدول في المنطقة.
على بعد حوالي 6 كيلو متر من أرض عم مصطفى أحمد محمد، بدأ المهندس هشام عمار تجهيز أرضه اللي خدها من شركة الريف المصري الجديد لزراعة النخيل المجدول وشجر الزيتون المكثف. هو مهندس اتصالات ولسه راجع من الغربة، ومعاه شركاء في قطعتين بإجمالي 460 فدان، ووعد إن خلال 4 سنين هناكل من عنده أحلى بلح مجدول. وعلى فكرة الفسائل جايبها من مزرعة مهندس الاتصالات إيهاب طاهر في الواحات بعد لما شافه في برنامج الجدعان، وكان من أفضل المنتجين للمجدول. حضرتك مهندس تكنولوجيا معلومات في السعودية سنوات طويلة، وجاي تحط كل شقاء العمر في هذه الأرض، تمام؟ وأنا داخل مزرعتك أنا فرحت، أنت زرع زيتون مكثف، زرع زيتون من أصناف الزيت، والنهاردة بتجهز لزراعة المجدول، وعدت وعد 4 سنين وهاكل مجدول من عندك من هذه الأرض، صح كده؟ أنا عايز أعرف مهندس تكنولوجيا معلومات دخل في الزراعة وخد قطعتين في مشروع غرب المنيا، فرحنا يا أخي. الله يبارك فيك، الله يحفظك. بداية أنا أرحب بحضرتك والطاقم الموجود، شرفتونا في غرب المنيا. والله أنا بديت الاستثمار في المجال الزراعي، أنا بعتبره من 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 أكثر القطاعات يعني الناحية الأمان فيه عالي، يعني أقدر أن أستثمر فيه على المدى البعيد بإذن الله. العائد أنا شايف أفضل من مجالات كتيرة جدا للاستثمار يعني. لا هي دايما جاذبة لمهندسين التكنولوجيا المعلومات. إيهاب طاهر في الواحات وهشام عمار في غرب المنيا. يعني الحياة المكتبية والآي تي وكذا، بتيجي فترة ملل خلاص، يعني أنا مليت من العمل المكتبي، عايز أنزل الصحراء، عايز أشتغل، عايز أعمر، عايز أستثمر. فبالتأكيد ليها متعة يعني أنا النهاردة بحس بيها وأنا بزرع دلوقتي، يعني أنا موجود في وسط العمال وقت زراعة الزيتون، وقت زراعة التجهيز للنخيل. بصراحة يعني حتى بغض النظر عن العائد المادي، لا ليها 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 متعة. صحيح. بالضبط. احكي لي الحكاية، اكتسبت خبرة الزراعة منين، وقررت انك تدخل ازاي، وتقدمت ازاي لشركة الريف المصري، خدت ارضك سريعا ولا لا؟ احكي لي حكايتك لغاية لما اللحظة اللي احنا واقفين فيها. والله انا اول ما نزلت من السعودية، انا قعدت فترة طويلة في السعودية، حاولت استثمر في اكتر من حاجة، فكانت فرصة الريف المصري، الاسعار الى حد ما معقولة، لقيت ان هي فيها فرصة كبيرة جدا للاستثمار في المساحات الكبيرة. بدينا ندرس كل خطوة، يعني احنا خلاص الحمد لله خدنا الارض، لقينا أفضل، عملنا تحليل تربة طبعا وتحليل المياه، لقينا أفضل حاجة ممكن تناسب المكان هنا الزيتون والنخيل، تمام. توجهنا طبعا لأن المساحة كبيرة، مشكلة الزيتون في الجمع، فبدينا نشوف إيه أفضل حاجة على أساس الميكنة، نقدر نستخدم الميكنة في الحصاد، فلقينا الزيتون اللي هو عالي الكثافة، تمام. توجهنا قلنا كمان نستثمر فيه النخل المجدول، لأن المكان هنا مناسب جدا لزراعة النخيل المجدول. انت بتزرع في الصحراء وعامل حاجه ان شاء الله بعد 4 سنين 3 سنين نيجي كلنا نفرح بيك في الحصاد باذن الله. عايز اعرف انت عايز ايه. حضرتك شايف دلوقتي احنا بنزرع نخيل، النخيل العقد بتاعه مش قبل 5-6 سنين تقريبا، تمام، بشاره لا 4 سنين بالضبط. يعني احنا شركه الريف المصري مشكوره بتتعاون معنا في حاجات كتير، تمام، لكن احنا بنطمح ونتمنى على الاقل 6 سنين يعني تأجيل الأقساط الخاصة بالريف المصري لتبدأ من بعد 6 سنين من دلوقتي. الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة في وزارة الزراعة قابلناه بالصدفة، كان بيزور مشروع وزارة الزراعة في غرب المنيا عشان يتابع استعدادات حصاد القمح. مسؤول محترم ونازل لأرض المعركة بيشوف ويسمع، تعالوا نقابله. إزاي وزارة الزراعة بتفكر في خدمة كل من سيعمل في مشروع 1.5 مليون فدان؟ دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة في وزارة الزراعة، وجود حضرتك النهارده بجد مفاجأة لينا. احنا النهارده نازلين عشان نزور جدعان مشروع 1.5 مليون فدان اللي بيزرعوا في قلب غرب المنيا، حوالي 400,000 فدان استلموا الارض، هيبقوا مسؤوليه حضرتك عشان نوفر لهم كل الخدمات. ازاي وزاره الزراعه بتفكر في خدمه كل من سيعمل في مشروع 1.5 مليون فدان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا النهارده يعني معالي وزير الزراعه المهندس السيد القصير، وزير الزراعة والإصلاح الأراضي، كلفني كرئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة مش هنقول زيارة، لا، بمتابعة الأعمال في مزرعة غرب المنيا 20,000 فدان. احنا ما بنزورش يا دكتور، احنا مقيمين. وطبعا اللي بيديرها الزميل الدكتور أيمن عبد العال، مجهود عظيم عامله بصراحة. النهاردة
يعني أنا كنت هنا من فترة يعني قبل كده فترة طويلة. بصراحة اللي أنا شايفه النهاردة فعلا يعني أنا غير متوقع الرؤية اللي أنا شايفها، لأن أول ما وصلنا هنا كانت كلها رمال، كان ما فيش أي طريق ممهد للدخول الممر اللي هو 15 كيلو من الطريق الرئيسي اللي هو نازل على هذه المزرعة. صحراء بكل قسوتها، صحراء بكل قسوتها بكل معانيها. واللي أنا شفته النهاردة بصراحة عبارة عن لمبة منورة في وسط ظلام دامس. يعني أكثر شيء أسعدني أنا شخصيا وأنا داخل على المداء اللي هو من الطريق الرئيسي لهذه المزرعة اللي هو 15 كيلو، لقيت فيه فعلا بعض اليفط محطوطة للمستثمرين. فهي دي أنا بعتبرها هو ده المكسب الأكبر، مش المكسب الأكبر إن احنا زرعنا هذه المساحة أو خضرنا هذه المساحة. المكسب الأكبر اللي هو جذب المستثمرين على ما رأوه في هذه المكان من خضرة ونماء ومحاصيل ذات عطاء. فأنا بعتبر دي من مكتسبات هذا المكان اللي كنا إحنا شايفينه من سنتين أو سنتين ونصف أو ثلاث سنوات شايفينه أنه مكان قاحل شديد القسوة على من يعمل فيه. وبقدم من هذا يعني المكان كل الشكر لكل فرد شارك في إنبات نبات أخضر وسط هذه الصحراء. أسألك سؤال يا دكتور، التقاوي اللي ممكن نوفرها هل مجرد محاصيل حقلية فقط ولا ممكن نوفر لهم تقاوي خضر وفاكهة؟ احنا دلوقتي بالنسبة لنا المحاصيل الحقلية موجودة كلها بالكامل. تمام. وفي برنامج قومي دلوقتي برعاية معالي الوزير لمحاصيل البستانية الخضر. لكن دلوقتي كل المحاصيل الحقلية إن شاء الله متوفرة وموجودة، وإن شاء الله تتماشى تماما مع هذه البيئة بإذن الله. المبيدات مهمة جدا إن احنا نشرف على المبيدات اللي هتدخل المنطقة دي عشان نحافظ على نقائها. انا هنتحرك ازاي يا دكتور؟ والله احنا حضرتك الاماكن ديت احنا بنقول لهم يعني ايه دون افراط، اي توصيه فنيه عاوزينها سواء في اسمده في مكافحه افات في تقاوي منطقه احنا تحت امرهم واذنهم وهنوجههم للصح، وايه بالظبط المبيد او السماد المستخدم اللي يؤدي له اكبر عائد اقتصادي من وحده المساحه وبالذات في هذه الاراضي. ولا نغفل ان هيكون في دور كبير جدا لمعهد بحوث الأراضي والمياه، لأن هذه الأراضي أراضي رملية بسموها أراضي مغسولة أو فقيرة جدا، فلازم هيكون دور فعال لمعهد بحوث الأراضي والمياه، وهو بالفعل عامل معمل هنا موجود وفي نفس المكان في معمل لتحليل التربة ومعرفة احتياجاتها من المواد الغذائية المطلوبة. لكن احنا بنقول بالنسبة للتقاوي أسمدة مبيدات احنا تحت أمرهم، أي واحد هيشرفنا احنا هنكون سعداء وهنديله الروشتة المظبوطة اللي تكون ضامنة بإذن الله ان هي تساهم مساهمة فعالة في زيادة الانتاج من وحدة المساحة. بعد زيارتنا للمغرى وغرب غرب المنيا اكبر مناطق مشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان، لازم نغير تفكيرنا تجاه الزراعة، ودي تكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في رقعة الاراضي المستصلحة بأي تمن. في قانون لازم نعرفه جميعا ونسلم به ونحترمه، اسمه قانون الجبل. مالوش علاقة بأي قانون أو قرارات وضعية إحنا بنطلعها، ولو ما التزمناش بقانون الجبل هيبلع ولادنا ومفيش تجربة هتكتمل في الزراعة. بنود قانون الجبل بتقول فترة السماح ما ينفعش تقل عن 7 ولا 8 سنين، كلها تجارب وخسائر ومساندة بدون حدود من الدولة، بعدها 20 ولا 25 سنة لسداد ثمن الأرض. ده قانون الجبل، واللي مش فاهمه أو حتى مش مؤمن بيه من فضلك ابعد وسيب غيرك يكمل. مفيش حاجة اسمها الريف المصري الجديد شركة خاصة، ولازم تحقق عائد للدولة من التصرف في الأراضي بالبيع للمزارعين. العائد هو التنمية، التوطين، فرص العمل، الأمن الغذائي، الشباب اللي عاش في الصحراء باختياره ليه حق علينا إننا نسنده. 3 سنين فترة سماح ولا تعمل حاجة كده هنسجنه، و7 سنين لوضع اليد ولا 9 سنين للمنتفعين بالأراضي من خلال الريف المصري لسداد ثمن الأرض اللي بأسعار محدش يعرف اتحددت ازاي من غير اي خدمات وخصوصا الكهرباء. فكر غريب ومدمر للزراعة.
تشاهدون بعد الفاصل. فريق الجدعان يشهد موسم جني عسل الموالح بمنطقة وادي النطرون بمناحل محمد سعيد هجرس، والذي يناقش قضايا قطاع النحالين في مصر، والذي يتجاوز عددهم 100,000 نحال وتتجاوز صادراتهم 25 مليون دولار.